السلام عليكم أعزائنا المشاهدين ننقل إليكم بداية وباسم طاقم برنامج المساء اليمني عزائنا في وفاة فنان اليمني الكبير أبو بكر سالم الذي توفي قبل ساعات رحمه الله وأسكنه فسيح جناته في حلقتنا لهذه الليلة سنتحدث حول التطورات الميدانية والعسكرية في الساحل الغربي بعد الخوخة وحيث هل تصبح الحديدة هدفا قادما للشرعية سؤال مرهون بآمال وتعقيدات سياسية وعسكرية كبيرة، فالتقدم العسكري الذي أحرزه الجيش الوطني خلال الأيام الثلاثة الماضية يرفع سقف التوقعات، خصوصاً أمام ما تشهده صفوف الإنقلابيين من انهيارات متوالية. تؤكد مصادر عسكرية ميدانية أن الجيش لا يزال يحرز تقدماً في معركته التي يخوضها وسط فرار عناصر ميليشيا الحوثي من مناطق المواجهات جنوب محافظة الحديدة. لكن هل سيحسم التحالف معركته في الحديدة، خصوصا أمام ما تمثله هذه المدينة من حيوية وأهمية إنسانية واستراتيجية؟ وهل ينسجم هذا التحرك العسكري مع المواقف الدولية من تسليم الحديدة؟ فالناس في المحافظة أحرقتهم نار الميليشيا وواجهوا أسوأ أنواع التنكيل وباتوا في انتظار لحظة الخلاص من قبضة الحوثيين؟ وماذا إذا كان سيصاحب هذه المعركة مواجهات موازية كميدي وتحقيق ضغط على جبهات أخرى ولماذا لا تتحرك هذه الجبهات الأخرى أيضا لتشتيت الميليشيات والاستغلال انشغالها بترتيبات الوضع بالعاصمة المحتلة بعد قضائهم على حليفهم هناك مع علاقة التطورات الميدانية بالخلافات السياسية وتركة صالح مشاهدينا عن معركة الساحل الغربي والأهداف الاستراتيجية لها ستكون حلقتنا لهذا المساء بداية أرحب بضيفي في الاستوديو الصحفي والناشط السياسي الأستاذ ودي عطاء أهلا بك أستاذ ودي مرحبا إذا مشاهدينا الكرام سنبدأ النقاش لكن بعد أن نتابع وإياكم هذا التقرير سبعون كيلو متراً أو تزيد قليلا هي المسافة الفاصلة بين قوات الجيش الوطني ومدينة الحديدة مسافة محمولة على عرش الأمنيات بالتحرير وعزائم المحاربين باعلان الجيش الوطني سيطرته على مثلث حيس الخوخه ودخولهم مديريه التحيته ثالث مديريات محافظه الحديده يكون مركز المدينه قاب قوسين او ادنى من نصر محقق فبعد ايام قليله منذ انطلاق عمليه عسكريه خاطفه بدات باحكام السيطره على مديريه الخوخه اولى مديريات الحديده الساحليه جنوبا تقترب معركه الحديده التي تشكل عمليه تحريرها ومينائها ورقه ضغط كبيره لكسر الانقلاب اذ يمثل تحريرها بعدا جوهريا في اداره المعركه عسكريا واقتصاديا وانسانيا من خلال تطويق الميليشيا وقطع مواردها وتامين المساعدات الغذائيه التي تستثمرها ميليشيات الحوثي في دعم مجهودها الحربي. تاكيدات من مصادر عسكريه ان المعركه تمضي بخطى حثيثه نحو تحرير المديريات المتبقيه وصولا الى مدينه الحديده وفق خطه عسكريه يقودها الجيش الوطني باسناد من مقاتلات التحالف العربي. الحديث عن الانهيار السريع في صفوف الميليشيا يمضي في سياق الحديث عن انهيار موازن لمعنويات جبهة الميليشيا بعد تكبدها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات العسكرية وعن سنوات تمتد في معركة تقول كل المؤشرات إنها خاسرة تنتزع الأرض إذا من بين يدي ميليشيات الحوث التي انكسرت مخلفة شعار صرختها على الجدران وأرضا مفخخة بالألغام وسخطا يشيعها يؤكد عسكريون أن القيمة المباشرة لهذا المنجز العسكري على الأرض يضمن قطع الشريان الغربي لميليشيا الحوثي المتواجدة في محيط مدينة تعز وأريافها أدوين سامويل المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط تحدث عن دعم المملكة المتحدة للتحالف الذي تقوده السعودية في مهمتها لاستعادة الشرعية في اليمن توقيت التصريح يمضي في سياق الدعم الدولي الاخير لاستعاده الشرعيه للحديده ومينائها بعد عراقيل كثيره وضعتها الامم المتحده والمجتمع الدولي منذ شهور خلت بحجه المخاوف من التداعيات الانسانيه للمعركه المرتقبه. يرتفع سقف الامال لدى اليمنيين اذا توفر القرار العسكري والسياسي لدى الشرعيه والتحالف باستمرار المعركه لاستعاده وتامين الحديده بل وتجاوزها للالتقاء بقوات الشرعيه في ميدي لتحرير كامل الساحل الغربي. وبالمقابل تبرز مخاوف من توقف العمليات العسكرية كما حدث بعد تحرير مديرية المخا قبل عدة أشهر أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام كما أجدد الترحيب بضيفي هنا في الاستوديو الصحفي والناشط السياسي أستاذ وديع عطاء أهلا بك مجددا مرحبا إذا أستاذ وديع دعنا نبدأ بخارطة التقدم العسكري اليوم في الحديدة أين وصلت قوات الشرعية والتحالف العربي؟ المعلومات تفيد بأن القوات الشرعية اليوم تجاوزت حدود مديريه الخوخه ودخلت في مناطق تتبع اداريا مديريه حيس آه كانت على وشك ان تدخل الى عمق المديريه لكن اعتقد بان هناك حسابات آه عسكريه جعلتهم يعني يؤجلوا مثل هذا الاقتحام او لانه سيكون تحصيل حاصل خصوصا في ظل هروب الميليشيا و, و بقايا فقط بعض الافراد الذي يتبعونها والذي عسكريا يعني نعم متواجدين في بعض المناطق او المرافق الحكوميه متمثلسين بالمدنيين جبهة حيس اعتقد بانها بحاجه الى تامين من الخلف من جهه النقيبه التابعه لمحافظه تعز لان اذا ما دخل الجيش الوطني الى الى حيس واصبح مكشوفا من الظهر قد قد يمثل ثغره عسكريه بالنسبه للحوثيين قد يستغلونها هم. اضف الى ذلك بانهم في ايضا في الاتجاه الشمالي الساحلي ايضا الغربي توجهت القوات قدما نحو مدينة الحديدة تفصلهم ما بين 80 إلى 70 كيلو ما هي الحواضر التي أمام يعني قوات الجيش قبل الحديدة قبل الوصول إلى الحديدة على الساحل يعني المدن أو أبرز التجمعات السكنية على طريق إلى الحديدة على الطريق إلى الحديدة ساحليا لا يفصلها إلا ثلاث مديريات فقط وهي التحيتة وزبيد ثم الدريهمي ثم يصبح الوصول إلى مدينة إلى عمق مدينة الحديدة على الطريق ايضا الشرقي الاخر ايضا المتأس الاسفلتي الاخر ايضا معك حيث ثم الجراحي ومن بعد الجراحي زبيد ثم المنصورية ثم ثم بيت الفقي ثم المنصورية ثم, ثم الجراح ثم الحديده لكن اعتقد بان القوات الشرعيه ستكون اسهل اذا ما اذا ما جاءت عن طريق الطريق الساحلي لانه يعني اسهل المساحه مكشوفه شبه صحراويه الساحل المكشوف بامكانهم بصحبه الاباتشي ان يقطعوا عشرات الكيلوات في 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 ساعات يعني وهذا ما يسهل المعركه اذا ما اراد التحالف التقدم بشكل سريع وحاسم وبشكل خاطف ايضا بامكان سعيد الحديده في الاسبوع طيب هذا على المستوى الساحلي دعنا هنا يعني نشاهد هذه الخريطه التي اعدها آآ الزملاء آآ هذه محافظة الحديده نعم. سندخل ربما الى مديريه حيس حيث مسرح المواجهات الان سيمشي الفيديو تمام هذه خريطه نعم. محافظه الحديده وهي نعم. متقسمة على 26 مديريه حيس تقع في الاقصى الجنوب الشرقي. الشرقي. الجنوب الشرقي نعم. تتاخم محافظه اب ومحافظه تعز إب من وهي امتداد وهي بوابه للحديده ايضا بوابه جنوبيه ايضا هذا الاسفلت نعم. الممتد الى تعز وذاك الاسفلت الممتد الى اب نعم حيث مدينه تتوسط ما هي جغرافية هذه الثلاث هذه المحافظات لو توقف الفيديو ما هي جغرافيه المدينه كما نرى ان هناك جبال تطل عليها المدينه تقع ربما بين هذه الجبال المدينه محاطه بالجبال من من من, من الثلاث الجهات من يعني من يسيطر على, على هذه الجبال مع الاسف الجبال لا تزال تتبع الحوثيين مسيطره يعني عسكريه ولديهم فيها كثير من المتارس والمواقع العسكريه التي اعدوا لها خصوصا وانها يعني محاطه ويعني في مرمى النيران بالامكان م. واذا تحرك الفيديو بالامكان ايضا نوضح ايضا بان هذه الجبال مطله على حي جبل دباس, جبل دباس ويتبع حي اداريا آه. وجبل راس يتبع مديريه جبل راس آه من الجنوب ايضا لا تزال لدينا جبال شمير ايضا وهي تتبع تتبع مقبنه في مقبنة وبحاجة الى تامين عسكري هذه كل المناطق لا زالت يعني لا زالت الجبال بي معلوماتي بي تؤكد بان في جبال البراشه وهي تسمى جبال البراشه لديها متارس ومنصات صاروخيه كبيره تم الاعداد لها وشقوا طرق جديده فيها وكانوا ينطلقون من حيث، حيث كانت تعتبر مركز المثلث الذي كان يخطط له الحوثيون بشكل مبكر للاعداد لمعارك تعز وكانت هي المناطق الفارغه ايضا من جغرافيا حيث. هل حيث هل يعني لو يقف الفيديو هل حيث هي المهمه ام الجبال التي تحيط بها هي المهمه؟ ام كلا الامرين؟ الجبال المحيطه بحيس بامكانك ان تطل منها على على الشريط الساحلي بشكل كامل، شريط الساحلي للقوقه وما خلفها حتى بامكانك في وقت الصفاء ان ترى جزيرتي حنيش وزقر ايضا من 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 على جبال حيس. من على جبال شمير ايضا بامكانك ان تطل ايضا على معسكر خالد، وإذا ما تم اذا لم يتم تامين جبال شمير فان الانتصارات ستبقى مكشوفه وبالتالي يهدد هذه الانتصارات. الحديده بشكل سهل بالامكان التقدم عسكريا اذا ما اراد التحالف ان يعجل في في مساله حسمها عسكريا وهي على فكره قد تصبح ايضا تحرير حيس قد يصبح بوابه لتحرير اب لانها لا تبعد عن مدينه اب شرقا الا 100 كيلو تقريبا الى 110 بالكثير يعني وبالتالي جغرافيا مدينه اب اقرب الى حيس يعني من مدينه الحديده حيس تنتصف بين تعز واب 135 كيلو جنوباً و135 كيلو شمال. شمالاً وهي تبعد أيضاً عن الساحل 27 كيلو وأيضاً يعطي يعطي البعد استراتيجية مع الخوخة قد تمكن الآن إذا ما تم استكمال مديرية حيس وتحريراً مع الخوخة قد تمثل معسكراً مهماً جداً لأبناء المقاومة خصوصاً من أبناء المقاومة التهامية المتواجدين في عدن وفي المخا وفي أبذوباب وفي المناطق التي الآن هم فيها نازحين يعني بإمكانهم أن يعودوا إليها يعني وبالتالي ممكن أن تكون منطلق حقيقي يعني الانطلاق لاستكمال معركة تحرير الحديدة طيب يعني الآن القوات وقفت على مشارف مدينة حيس أو يعني هي دخلت مديرية حيس لكنها وقفت على المشارف كما فهمت منك الواقعيا حيس يعني تحريرها سيكون تحصيل حاصل سقوطها تحصيل حاصل لأنها الآن تقريبا تحت السيطرة النارية الأباتشي تعتبر الآن مسيطر رقم واحد داخل مدينة حيس ما من طقم يتحرك ما من موقع إلا وفيه الان قبل ساعات هناك اربع غارات للتحالف ايضا بالطيران التحالف آه استهدفت بعض المراكز التي يتواجد فيها الحوثيون المتمرسين بالمدنيين وللاسف هناك ضحايا من المدنيين آه نترحم على ارواحهم بعضهم بحيث؟ يعني من الشباب الذين نعرفهم نعم أيها آه يعني المدنيون مع الاسف يفترض بان يبقوا في منازلهم لكن هناك ايضا آه نذر ماساه انسانيه الناس بحاجه الى اغاثه بحاجه الى تدخل الصليب الاحمر والامم المتحده مثلا بان المناطق الملتهبه التي تشهد مواجهات بالضرورة لا بد أن في تتواجد فيها المنظمة الدولية التي تغذي المواطنين بما ينقصهم من المياه من الـ من الـ من الغذاء الذي لأنهم أنا حسب معلوماتي وتواصلي مع بعض المواطنين في حيث هناك مواطنين لم يخرجوا من بيوتهم منذ يومين يعني هناك محلات مقفلة المطاعم مقفلة تماما الخدمات معطلة الحوثيون فقط البقايا الحوثيون فقط هم من يجلسون خلال هذه الشوارع ويتواجدون في بعض المدارس وبعض المرافق التي هي تقع اصلا منقورة لكثير من المساكن يعني وبالتالي فان التحالف لابد ان يكون دقيقا في عملياته يتجنب المد... يتجنب المدنيين ان يتحرى جدا في الاحداثيات التي التي من شانها ان تجنب المدنيين كثير من ال... طيب يعني في هذا السياق هو التحالف او صفحه الفيسبوك بالنسبه لعسيري النائب رئيس الاستخبارات السعوديه تحدثت على ان هناك حاجه لان يبقى المدنيون بعيدين عن الحوثيين لمسافات معينه خصوصا في المديريات التاليه، هل هذا الامر كافي لحمايه هؤلاء المدنيين؟ لا المدنيون اولا من حيث ضربات الطيران بيوتهم طينيه اغلبها يعني او عمارات بسيطه يعني تتشقق وقد يفقدوا مساكنهم ويصبح لدينا كارثه انسانيه بان هناك ناس بحاجه الى ايواء، لدينا ايضا هناك ناس مغلقة عليهم بيوتهم بسبب الخوف يعني خوفا مثلا من من همجية الميليشيا وخوفا أيضا من ضرب الأباتشي وخوفا من ضربة الطيران وبالتالي لابد من بدائل أيضا لأن هؤلاء المواطنين يعني أحوالهم المعيشية والمالية لا تؤهلهم لأن يخزنوا في بيوتهم ما يكفي من الغذاء بحيث أنهم يبقوا داخل بيوتهم أيضا لابد بد ايضا للسلطات المحليه لمحافظه الحديده ممثله بالشرعيه ان تدرس هذا الموضوع بشكل جدي كيف يمكن الوصول الى ابناء المديريه السكان الاهالي المتواجدين داخل بيوتهم بحيث ان نجنبهم كارثه بشريه محتمله لانه بدل يعني إلى إذا يعني لا ندري ما هو الزمن المعلن او غير المعلن بالنسبه للقوات الشرعيه متى ستقتحم المدينة نعم. لأنه حسب الأخبار التي وصلتني أيضا بأنه كانت اليوم صباحا أصوات المدافع والاشتباكات كانت تسمع إلى عمق المديرية إلى عمق المدينة وبالتالي كان يفترض بأنه تتم, تتم اقتحام المركز المديرية اليوم لكن هناك حسابات أخرت هذا الموضوع بتوجه بعض الكتاب أعتقد إلى النجيبة وما إلى هناك إضافة إلى انشغال أيضا القوات اللواء الأول التهامي م -م. الذي يقود العقيد العقيد أحمد الكوكباني وتوجه ليمضي أيضا بالفتوحات والتحرير أيضا نحو شمالا نحو تحيتا وما وما وراءها ان شاء الله. طيب الان اذا ما يعني عدنا من من حيث الى الخوخه، هل تم تامين الوضع في الخوخه بشكل كامل؟ الخوخه مؤمنه بشكل عسكري بشكل يعني عسكري تم تحريرها بشكل نهائي. لكنها لا تزال تحت طائله النيران التي كنا حذرنا منها قبل قليل بانها لا تزال تحت طائرة تحت طائله المدافع الحوثيه الذي ممكن تطالها من مناطق جبليه تطل علي على الساحل التهامي. <applause> اليوم ثلاثه صواريخ كاتيوشا اطلقتها اطلقها الحوثيون على المدنيين في الخوخه وهناك ضحايا. للاسف التحالف بحاجه الى ان يوفر مثلا منصه باتريوت. او منصات مضاده لكي لكي يتجاوز او لكي يتصدى لاي هجمات صاروخيه قد تستهدف المدنيين سواء في 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 حيس او في الخوخه وبالتالي الحفاظ على هذه المكتسبات العسكريه يقتضي على قياده هذه العمليات العسكريه ايضا بان تؤمن المدنيين عسكريا وكذلك غذائيا واغاثيا. نعم، طيب دعنا نشرك معنا في الحوار استاذ وديع سيد ايمن جرم الشكن التوجيه في اللواء التهامي اهلا بك سيد ايمن اهلا وسهلا اخي الكريم حياكم الله اذا حدثنا عن اخر التقدمات الميدانيه بالنسبه للمواجهات مع ميليشيات الحوثي في محافظه الحديده بسم الله الرحمن الرحيم طبعا نظر القوات موجوده شمال الخوخه في منطقه القطابه هناك تعزيزات يومية لميليشيات الانقلاب الحوثية لكن بفضل الله ثم طيران التحالف والابطال في الميدان يتم صدها بشكل فور وصولها او قبل وصولها الطيران الموجود في الجو الشباب جاهزين لاي رد لاي صد لاي تعزيز الحمد لله الامور مبشره بالخير صحيح هناك بعض ما حدث اليوم من اطلاق صواريخ اثنين صواريخ كفافيش من من خارج أو خارج من جهه حيث منطقه اليابلي بالتحديد سقط على اثرها طفلة ريماس نجيب شهيدا باذن الله ووالدته اصيبت واخوها الطفل ايضا اصيب وشخص اخر في محله سقط عليه الصاروخ الاخر تم التعامل نعم. مع الموقف مباشره من قبل الاخوه في الطيران وسيده مصدر اطلاق الصواريخ بنجاح. هناك ايضا منطقه مواجهات شرق الخوخه لم يستطع الانقلاب الحوثي التمدد او او استرجاع اي من المناطق التي تم تحريرها منها. طيب اين يتمركزون الان ميليشيات الحوثي اين تتمركز الان سيد ايمن؟ يتمركز شمال منطقه القطابه باتجاه حيتا وتتمركز ايضا في منطقه اليابلي باتجاه حيس نعم عندما نتحدث عن خطوط امدادات الميليشيا تحديدا عندما نتحدث عن الخطوط تلك الواصله باتجاه العدين واب او حتى تلك التي يمكن ان توصل الى محافظه تعز هل تم قطعها بشكل كامل ام ليس بعد سيتم قطعها بعد تحرير حيث حيث لا نستطيع قطعها وحيث ما زالت في ايديهم كونها تقع بعد حيث باذن الله قريبا ستسمعون بشرى تحرير مدينه حيث وينطلق شمالا باذن الله باتجاه عاصمه اقليم تهامه باذن الله طيب آه الان عندما نتحدث عن عوائق لعمليات التحرير آه اشكالات تواجهكم اثناء التقدم هل من عوائق معينة هناك أخبار تتحدث عن أن الميليشيات تقوم بزراعة ألغام أو يستمرون في عملية زراعة الألغام إلى أي مدى ذلك يمثل عائقة بالنسبة لكم؟ حقيقة هناك فعلا جهود تبذلها الميليشيات الإرهابية في زرع للوقت الناس في, في طريق المقاومة وفي قراحة اليوم حق... اليوم انفجر احد الالغام في منطقه موشج خلفها التي تم تحريرها قبل يومين انفجرت احد المواطنين واستشهد على اثرها. أه... طرق الالغام الهندسيه تقوم بعملها على اكمل الوجه الحمد لله. هنا يحصل نوع من التاخير فعلا لكن هذا لن يعيق أه... تقدم الجبهه باذن الله. طيب أه... طيب أه سيد ايمن إذا تحدثنا عن الإمدادات العسكرية التي تصلكم، من يقاتل معكم على الأرض؟ ما حجم هذه القوات؟ هل لك أن تعطينا معلومات حول ذلك؟ حقيقة نشكر التحالف العربي بمثلاً بالمملكة العربية السعودية والأشقاء الأخوة في الإمارات الذين قدموا كل الدعم الكامل للقوات التهامية ومساندة حقيقية للأخوة في المقاومة الجنوبية على الأرض ميدانياً نشكرهم جزيل الشكر وهم الى الان موجودين وبكامل اعتادهم وجهازيتهم القتاليه. اشكرك اذا ركن توجيه المقاومه الاتهامية ايمن جرمش كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك وينضم الينا مشاهدينا الكرام السيد وليد القديمي وكيل محافظه الحديده معنا إذا يبدو أن الاتصال قد انقطع بالعودة إليك أستاذ وديع إلى حين يعني أن يتجهز هذا الاتصال هناك إذا إسناد من قبل قوات التحالف هناك وجود أيضا للمقاومة الجنوبية كما يتحدث سيد أيمن جرمش وهناك أيضا تلك العوائق التي يواجهها الجيش الوطني بالنسبة يعني مثلا الألغام وما شابه كل هذا في سياق الحديث عن هذه المعركة برأيك هل هناك نية الآن تجاه حسن؟ المعركة في في محافظة الحديدة بشكل كامل ام ان المعركة ستقف الى حدود حيس والخوخة؟ دعني في البدء اهني وابارك الشباب شباب المقاومة التهامية الابطال حقيقة الذين نشعر ونفخر بهم كثيرا يعني وهم يتقدمون الصفوف مع اخوانهم في المقاومة من ابناء من ابناء الجنوب والجيش الوطني ايضا باشراف من التحالف العربي هؤلاء اليوم يسطرون اروع البطولات التي لطالما افتقدناها يعني نحن ابناء تهامه لطالما افتقدنا بان نرى في الجيش عناصر عسكريه فاعله تصنع الانتصارات وتسطر التاريخ من جديد وتعيد امجاد تهامه التي كانت يعني عصيه على كثير من 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 محاولات الاحتلال. هذا الشيء بالنسبه لقرار التقدم الى 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 الحديده اعتقد بانه قرار عسكري بحت يعني يتعلق بالقياده العليا للتحالف العربي ومدى يعني ارتباط ذلك بالتكتيك العسكري والتخطيط العالي على مستوى مختلف الجبهات يعني وفي هذا السياق ايضا هناك من من يتساءل ايضا ما الذي يجعل الجبهه ما الذي يمنع ان تتحرك كل الجبهات لتخنق هؤلاء الانقلابيين في صنعاء بحيث ان الموضوع اصبح مكشوف الان بعد ان يعني ترك المؤتمر حليفهم الاستراتيجي والعسكري القتال معهم واعتقد بان هناك يعني انسحابات مؤتمرية غير معلنة أيضا من الجبهات لكن أعتقد بأن التحالف مطالب أيضا بالتحرك الجاد لخنق هذه الميليشيا إسقاط الحديدة وتحرير الحديدة من شأنها أن يخنقهم اقتصاديا خصوصا وأنها تقدم لهم ما لا يقل عن 45% من إجمالي الموارد والمالية التي يعتمدون عليها لتغذية يعني جبهاتهم ولإعطائهم أيضا رواتب للجنود الذين يتبعونهم أيضا نعم واعتقد بانه التحالف قد طالما المعركه حاميه فعلا وتتحرك قدما نحو الحديده وان شاء الله لا تتحرك يعني لا تتوقف عند التحيتة وحيس والخوخه فقط يعني طيب يعود الينا استاذ وديع الوكيل محافظه الحديده سيد وليد القديمي معنا عبر الهاتف من عدن اهلا بك اسعد الله مساك اخي العزيز تفضل حياكم الله اسعد الله اوقاتك اذا سيد القديمي أنتم في السلطة المحلية كيف تراقبون هذه المعركة التي تجري في محافظة الحديدة هل لديكم مخاوف ما هو مستوى الأمل بهذه المعركة المعركة تجري حسب المخطط لا هو وهي إلى العيلة حد الآن نجحت بمقدار مليون في المئة و. وجاري الان تحرير وتطويق ثاني مديريه من مديريات الحديده وهي مديريه حيث بعد مديريه الخوخه وبإذن باذن الله ستسمعون قريبا تحرير مديريه الخوخه كمديريه ثالثه وتطويقها و و ودخول القوات المقاومه والجيش الى هذه المديريات. يعني الان الخوخه تم تحريرها ليس كذلك؟ هل تم تامينها بشكل كامل؟ تم تحرير الخوخه بالكامل وتامينها وبقية التامين في الخوخه، اليوم قامت بضرب الصواريخ الكاتوشا الى الى وسط مدينه الخوخه عند حيث اصيب المواطنين وتوفت طفلتين تقريبا وبقيه المواطنين الابرياء الذين توفت الميليشيات تم اسعافهم الى احد المستشفيات من قبل الهلال الاحمر الاماراتي وهم الان تحت الرعايه الصحيه. الميليشيات تعزز بقواتها من كل من كل الاماكن ومن كل الاتجاهات لتحقيق انتصار او لاستعاده اجزاء التي تم السيطره عليها من مديريه او اخرى ولكن هي في انهيار كامل وابناء محافظه الحديده هو العون الرئيسي والاول في 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 تخليص المنطقه من هذه الميليشيات وهما كما تعلمون جميعا استقبلوا الجيش وقوات المقاومه في مدينه الخوخه بكل الاحتفالات والاهازيج والعروب ودخل الجيش دون ان يجد اي اي مقاومه من هذه من ابناء هذه المديريه ونحن دائما نؤكد في كل تصريحاتنا ان ان ابناء محافظه الحديده وابناء تهامه بشكل عام ليس هذه الميليشيات وانهم سينتهون قريبا باذن الله. طيب الان عندما تم تامين والدخول الى يعني الخوخه الى اين ذهبت الميليشيات حتى استطاعت بعد ذلك قصف المدينه واسقاط مدنيين بداخلها الميليشيات صارت هاربة باتجاه محافظه الحديده وباتجاه مدينه التحيته وتختلف في بعض المزارع التي الان تقوم يقوم طيران طيران التحالف بتمشيط هذه المزارع حتى يتم تقدم الجيش وايضا قوات التحالف والشرعيه وقوات المقاومه حريصه كل الحرص علي الحفاظ علي الممتلكات العامه وتجنيب المواطنين وممتلكات المواطنين ومنازل المواطنين اي استهداف اخي العزيز عند دخول الخوخه لم يتم دخولها ب ب ب ب بالضرب والقصف إنما تم تطويقها حتى فرت الميليشيات من احد المنافذ التي تركها لهم التحالف وقوات المقاومه حتى فروا ومن ثم دخلوا بامن وسلام ولم يكن هناك اي اصابات او اي او اي انفجارات او اي تهديم لاي منزل او لاي او, أو اصابه لاي مواطنين بينما بعد ان تمت السيطره بدات الميليشيات تقوم بكشف هذه المديريه كذلك مديريه حيث الان تم تطويقها وهي تحت سيطره القوات التحالف والمقاومه ولكن لا يريد الجيش دخول المدينه حتى يتم خروج كامل الميليشيات منها الذي يقوم باصطيادهم طيران التحالف عند خروجهم من هذه المدينه وسوف يتم دخول المدينه كما تم دخولها في مديريه الخوخة وكذلك باذن الله يتم تمشيط المزارع والمناطق الوعره التي حول مديريه التحيته وسيتم دخولها بنفس الطريق ايضا وسيواصل الجيش والقوات المقاومه بدعم قوات التحالف وعلى راسهم المملكه العربيه السعوديه ودوله الامارات الى ان نصل الى مركز المحافظه. طيب استاذ وليد الان بالنسبه للسكان في هذه المناطق باعتباركم انتم في السلطه المحليه، ما هي اولى الاولويات بالنسبه اليكم في سياق يعني تلبية الاحتياجات بالنسبة إليهم ما هو المطلوب؟ أخي العزيز كما تعلم أنه عندما تم تعرير مديرية الخوخة وصلاة الإسعافات وصلاة كمية الإغاثة وبدعم من الهلال الأحمر الإماراتي بالأدوية والغذاء لأبناء المديرية بالكامل و وهناك ايضا الان تنسيقات وترتيبات لاعاده لي ما 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 تم تهديمه او ما تم تغريبه من قبل الميليشيات لاعاده الحياه الطبيعيه والامن والسكينه لهذه المديريه اذا اشكرك وكيل محافظه الحديده الاستاذ وليد القديمي كنت معنا عبر الهاتف من عدن مشاهدينا الكرام سنذهب الى فاصل قصير بعده نستنف الحوار مع ضيفنا هنا في الاستوديو الصحفي والناشط السياسي الاستاذ وديع عطاء تفضلوا بالبقاء اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام الى هذه الحلقه من المساء اليمني وجدت الترحيب بك استاذ وديع الان عند يعني سمعنا ما تفضل به السيد وليد آآ وكذلك ايمن جرمش ماذا عن الاسناد اسناد قوات التحالف؟ يعني في هكذا معركه ما هي طبيعه الاليات المستخدمه؟ ما هي حجم القوات العسكريه؟ اين تدربت؟ الى اخره، هذه المعلومات العسكريه كلها هل هي واضحه بالنسبه اليكم؟ بالنسبه للاعداد العسكري بالنسبه للقوات التي يعني تقوم بهذه بهذا التحرير يعني أعدت بشكل مبكر يعني تم إعدادها في إطار الشرعية وفي إطار المعسكرات التي استقطبت كل الشباب الذين يتوقون إلى تحرير اليمن من هذه الميليشيا وأعتقد بأنهم يمتلكون الخبرة الكافية أيضا ليحرروا ليس فقط الحديدة بل يتجاوزوا ما هو أبعد من الحديدة لكن دور الطيران التحالف ممثلا بالطيران أيضا ليس بالهين وليس وليس بالبسيط أيضا خصوصا وأن الطيران الان ممثلا بالاباتشي خصوصا خصوصا يعني يمثل قفزه نوعيه خصوصا في في المعارك الميدانيه يمشط ويسهل للقوات البريه الى ان تدخل هذه المدن وبالاباتشي اعتقد بانهم بالامكان وبسهوله ايضا ان ان يصلوا الى ما ابعد من التحيتا، يخبرني بعض المصادر الان. باعتبار ان البيئه ساحليه هناك ومكشوفه ايضا، مكشوفه للرادارات الاصطناعيه وللاقمار الصناعيه ومكشوفه ايضا للطيران، للطيران الاباتشي وللطيران ايضا الاف 16 وغيرها ايضا، هناك ايضا تحدي ايضا على الارض ويتمثل في الالغام. الحوثيون عملوا حسابهم بشكل مبكر في كثير من المناطق المكشوفه الاسفلتيه او الطرق التي ممكن يستخدمها الجيش الوطني زرعت الاف الالغام وبالامس انفجر احد الالغام بعض المواطنين في التحيتة هناك بحاجه الى ان تكون كاسعه الالغام ايضا مواكبه ايضا لهذا التقدم والا يكون هناك يعني مغامره بالشباب المتحمسين لهذه الفتوح وهذه التحرير ايضا لذلك ايضا يواكب هذا العمل العسكري ايضا تخطيط استراتيجي في كيف ايضا ان تقطع هذه الامدادات التي والتعزيزات التي ممكن ان تصل الى محافظه الحديده خصوصا وان محافظه الحديده مكشوفه لحوالي خمس محافظات حجه وريمه والمحويت ومعك اب ايضا وهناك ايضا يعني خطوط ايضا تغذيها من صنعاء وتغذيها من ذمار المخزن الاستراتيجي لهذه الميليشيا وبالتالي دور الطيران ليس بسيطا لانه واجب عليه وعمل يعني يتحتم عليه ان ان يتابع هذه التعزيزات الواصله الى هذه وكما تشير ايضا المعلومات بان الطيران لم يقصر في هذا الموضوع ايضا يتتبع هناك ربما ايضا دور يعني هل تشارك البارجات البحريه في هذه العمليات خصوصا في معارك على الشريط الساحلي، هل من معلومات حول ذلك؟ وفقا للمعطيات فان البارجات البحريه حتى الان لم تدخل على خط المواجهه، الان مكتفى فقط بالمدرعات وبالقوة المدفعية وبالقوة ايضا القوية ايضا ممثلة بالطيران التحالف و... يشارك على الارض ايضا بقوات اليس كذلك؟ يشارك بشكل محدود لكنه نوعي ايضا يشارك بشكل اداري وقيادي يعني بشكل رئيسي الاعتماد الرئيسي الان هو على قوات شباب تهامه الذين يتقدمون الصفوف مع اخوانهم من شباب الجنوب يتقدمون الصفوف بشكل حماسي يعني اذا ما اتيحت لهم قد لا ينامون يعني الحماس الذي لديهم والبطولة الذي لديهم لا تنقص اي من اخوانهم في مختلف الجبهات سواء في ميديا او في نهم او في البيضاء او في اي مكان يعني الشباب تواقون الى تحرير اليمن اليوم قبل الغد لكن الموضوع بحاجه الى اراده وإدارة حقيقية لهذه المعركة طيب هناك معلومات تتحدث على أن العديد من المقاتلين الذين ينضون تحت هذه الميليشيا هم من أنصار حزب المؤتمر بعد الأحداث الأخيرة التي حصلت في صنعاء هل أثر ذلك على هؤلاء؟ هل لا زالوا يعني يقاتلون مع الميليشيا أم ان هناك ربما شكل اخر من المعادله بات موجودا على الارض في هذا السياق. اعتقد ان استدعاء الانتماء السياسي والحزبي في المعركه الوطنيه يعني شيء سلبي لانه الذين يقاتلون كلهم يمنيون تذوب الانتماءات السياسيه والمناطقيه وال والايديولوجيه في هذه المعركه الوطنيه التي عدونا فيها واحد ومشترك. وهو الميليشيا الانقلابية التي أسقطت اليمن وتريد أن تذهب به طائفيا ليكون هو إيرانيا هو الحديث عن قوات الميليشيات نحن نتحدث الآن عن الجيش الوطني في بداخل جبهة الميليشيات هل حدثت انشقاقات إن صح التعبير هناك من يروج بشكل حزبي سلبي أيضا بأن هناك انشقاقات تتبع الحرس أو قوات الخاصة وهم الذين يعني يغذون الآن الجبهات وأنا أريد أن أؤكد بأن الذين يقاتلون الآن هم يعني شباب لا ينتمون إلى أي, أي أي إلى, أي الى اي من الاحزاب هم ينتمون الى اليمن اولا واخيرا وينتمون الى تهامه وينتمون الى الجنوب وينتمون الى المحافظات التي جاءوا منها ليحرروا ارض اليمن يعني بغض النظر عن الانتماء السياسي، لكن هناك للاسف ايضا من يريد ان يستثمر او او يركب هذه البطولات او هذه الانتصارات ايضا ويغيرها لمصلحته لمصلحه الفصيل السياسي المعين او الفصيل المناطقي الفلاني وهناك من من يعير ايضا الابطال هؤلاء بانهم لماذا لا يرفعون الرايه الفلانيه لكن اؤكد بانهم يتبعون الجيش الوطني وتحت اطار التحالف يعني هم الوطني يعني هم مؤسساتيا تحت قياده الجيش الوطني. هكذا يفترض لأن الامارات جزء من التحالف العربي الذي يقود هذه المعارك والامارات يعني لا اعتقد بانها من مصلحتها ان تدير معركه منفصله لمصلحتها شخص يعني المستقله. الامارات هي من ضمن التحالف العربي المستدعى بشكل قانوني بقرار من عبد رب مصر هذه رئيس الجمهوريه م وبالتالي لا اعتقد بان هناك عمل منفصل قد لا يجعل هذه الانتصارات محسوبه للشرعيه بشكل رئيسي او محسوب ان يكون فصيل معين من الفصائل او المكونات العسكريه التي تحقق هذه الانتصارات محسوبا على غير الشرعيه لانه لانه من غير المقبول او المنطقي بان تحسب هذه الانتصارات لميليشيا، من يحققون هذه الانتصارات هم ابناء الجيش اليمني والمقاومه اليمنيه بشكل رئيسي. طيب الان كان هناك انباء مؤخرا تحدثت على انتشار في الحديده لمنشورات وكتابات على الجدران من عينة لحوثي بعد اليوم وما شابه من هذه العبارات يعني إن صحت هل يمكن بشكل عام اعتبار أن المعركة ستنتقل بشكل أو بآخر بشكل خاطف ربما إلى داخل الحديدة؟ هناك حقيقة لا ينبغي أن نتجاوزها وهي أنه في الحديدة لا حاضنة شعبية أبدا للحوثي لا حاضنة أيديولوجية ولا حاضنة عسكرية ولا حاضنة حتى مناطقية الحثيون الحوثيون بالنسبة لبعض أبناء الحديدة يرى يعني لكثير من أبناء الحديدة ينظرون إليهم بأنهم عبارة عن احتلال يعني وليس, وليس وليس مجرد انقلابي وبالنسبه ايضا لقسم كبير من ابناء الحديده الحوثيون يعني بصفتهم الاماميه والسلاليه والطائفيه جاءوا انما ينتقمون من انتهاه التي لقنتهم دروس في العشرينيات والثلاثينيات في حروبهم مع الزرانيق وفي اغسطس 2015 وسبتمبر ايضا كانت هناك جوله ايضا لقنوا في الزرانيق الحوثيون ومن كانوا معهم ايضا حينها من 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 ميليشيا الرئيس السابق درسا قاسيا ايضا ولو ولو كانت توفرت الامكانات العسكريه الكافيه لابناء الزرانيق حينها بقياده الشيخ يحيى منصر لكانوا احرزوا فعلا وكونوا نواه حقيقيه للمقاومه لا تقل عن عن ما كونها الشيخ حمد المخلافي في تعز لكن الحسابات التحالف حينها تباطات ولم يكن الدعم كافيا بالطيران كان ياتي متاخرا حصلت خيانات كبيره يقودها هبه الله شريم الشيخ آه آه الدريهمي وخيانة من أيضا من أبناء عمومة الشيخ يحيى منصر خانوا الزرانيق وخانوا تهامة بشكل رئيسي وطوقوهم ومع الأسف حصلت مأساة وكارثة إنسانية تمثلت في تهجير أبناء منطقة العباسي وما حولها وتفجير بيوتهم ولم يجد هؤلاء القيادات الميدانيين بالإضافة إلى الأخ أحمد محسن الأهدل وهو أيضا قائد بارز كان قائد يعني شاب قاد بعض بعض المحاولات للتصدي لهذه الميليشيا وكسر شوكتهم ايضا في هذه الاثناء ايضا كانت تتخلق القوة التهامية الحقيقية المقاومة التهامية كانت تتخلق بإشراف من القائد عبد الرحمن حجري ومن معه من الأبطال في تهامة أيضا تحت إشراف التحالف أيضا وهي القوة التي نحن يعني كابناء اتهام ايضا نتفائل بها ونراها بانها نواه حقيقية لقوة الاقليم التي بامكانها تستعيد الكبرياء الحقيقي لتهامه الحقيقية والتي ستساعد ايضا على اعادة تشكيل الشخصية التهامية التي للاسف الانظمة المتوارثة في مركز صنعاء عملت لمده مئة سنه تقريبا على طمسها وتصفيه اتهامه بشكل عام. يعني طبعا هناك بعض المعلومات التي وردت نحن يعني كمسائي يمني لسنا على اطلاع عليه ربما بشكل كامل خصوصا ما تحدثت عنه في سياق يعني عمليات الخيانه وما شابه، لكن عموما عندما ناتي للحديث على الوضع في محافظه الحديده وعلى مستوى المعارك استاذ وديع. هل ما يجري الان هو ب ضوء اخضر بحسب متابعتك ضوء اخضر اقليمي ودولي ايضا او دولي تحديدا باعتبار ان التحالف العربي يشارك في هذه المعارك التحالف العربي كدول من مصلحته الا ان لا يبالغ مثلا في مساله فاتوره الخساره التي تحدث في اليمن لان مساله اعمار اليمن سيتحملها التحالف العربي السعوديه والامارات ومن معهم اعاده يعني معالجه الجرحى الذي تتم ايضا يتحملها وهذه الفاتوره تدفع من اموال الشعب الخليجي يعني في الاخير على على الخليجيين اعتقد بان حساباتهم ليس من مصلحه اليمن يخسروا في اليمن وان تكون اليمن الثقب الذي يستنزفهم ماليا ويستنزفهم بشكل استراتيجي من مصلحه السعوديه ومستقبل محمد بن سلمان كملك قادم ان تتامن اليمن وان لا تصبح ايضا يعني ثقب يستنفذ ايضا ماذا عن الدول الكبرى يعني بريطانيا امريكا هل اعطت الضوء الاخضر لعمليات نوعيه لتحقيق يعني قوه يعني سياق استخدام قوة عسكرية في إنهاء هذه الأزمة اليمنيه، خصوصاً بعد الأحداث التي جرت في العاصمة صنعاء مؤخراً. ما من شك بأن اليمن، تأمين اليمن، معناها تأمين أحد أهم المضائق الدولية البحرية الذي يمر منه ما لا يقل يومياً يعني عن يعني عن 10% من الاحتياطي النفطي الذي يمر يعني يومياً عبر مضيق باب المندب والبحر العربي. تأمين اليمن معناها الأمن الاستراتيجي لدول الخليج عموما والأمن المائي لكل حركة التجارة اليومية التي تمر عبر البحر الأحمر وبالتالي فإن العالم بشكل عام معني بأمن اليمن حتى لا تتحول إلى صومال آخر لأن اليمن يعني لا سمح الله اذا ما تحولت الى صوم الاخر وتركت ايضا الى ان لتكرر النموذج الليبي او السوري فإنها ستكون فوضى ليست على اليمنيين بل نعم. على المنطقه باسرها طيب استاذ وديع دعنا نشرك معنا في الحوار محمد ناصر الزرنوقي الناشط السياسي الذي ينضم لنا عبر الهاتف من السودان اهلا بك استاذ محمد اهلا وسهلا بكم مرحبا حياكم الله اذا استاذ محمد يعني من خلال متابعتك لسياق المعارك في محافظه الحديده في المديريات الجنوبيه بطبيعه الحال الخوخه ومن ثم الان حيس برايك اذا ما ركزنا على الجانب الانساني الان هل هناك تكلفه كبيره تحدث في هذا السياق ام ان يعني ربما يطرح اخرون او يطرح بعض المراقبين على ان في سياق المعارك من الطبيعي ان يكون هناك تكلفه انسانيه ما رايك انت؟ اي نعم في البداية نحيي أبطال المقاومة التهامية الذين يخوضون الآن أشرس المعارف ضد الكهنوت الجانب الإنساني الذي يهدي الآن تهامة هم أطفال تهامة الذين يسوقونهم المتحوثين غصب عنهم ويأخذونهم من بيوتهم من أمام أمهاتهم وآبائهم يعني لو أنقل لكم صورة حقيقية حدثت امام اعين وشهود عيان قبل ايام اخذوا من قرى وارياف بلاد الزرانيق الاطفال والذي لا يريد ان يخرج ان يخرج الى المعارف يدفع 150 الف ريال يمني طبعا هؤلاء الاسر اللي هم قادره مع ان كثير من الاسر التهاميه سواء في بلاد الزرانيق وغير بلاد الزرانيق ما يملكون هذا المبلغ بالتالي ياخذون الاطفال غصبا عنهم الجانب الانساني مش فقط يعني في اخذ الاطفال وشوقهم الى الجبهات والقتال والمحارق، هناك جوانب انسانيه اخرى كثيره جدا يعني الهلع والخوف والحاله النفسيه التي ستصيب الاطفال في الايام القادمه ينبغي يعني ان تؤخذ بعين الاعتبار. لكن بالمقابل و... استاذ محمد بيه... استاذ محمد بالمقابل هناك كثير من الصحفيين منظمات انسانيه ربما دوليه تتحدث على ان الوضع في محافظه الحديده الجوع المرض هناك لا يحتمل يعني معارك جديدة بداخل هذه المحافظة هل هذا السياق موفق في طرحه؟ صحيح صحيح جدا الآن الأمر ما دام أنه ما يحتمل يجب على الإخوة في التحالف نسأل الله أن يوفقهم هذه المرة وأن تكون حروب جادة وقوية وشرسة مطلوب منهم أن يعدلوا في الأمور هذه حتى لا تزداد حالات الخوف والهلع والمرض الاستاذ وليد القديمي في مداخله اخرى في قناه اخرى يقول آآ آآ هناك تكتيك استراتيجي سوف تقوم به سوف يقوم به الاخوه في التحالف لان المدن القادمه الان نعم. هي مكتظه بالسكان لان حي جديد بيت الفقيه المنصوريه هذه مدن متاهله بالسكان كثيرا غير الخوخه طبعا الخوخه فيها سكان لكن مش بكثره ولذلك يعني ندعو ويا ليت والله التحالف يعني يعدل ويسرع عمليه الانقضاض على هؤلاء الكهلوتيين بسرعه، واظن لن يكلفهم كثيرا ما دام ان الحاضنه الشعبيه الموجوده في تهامه تكرههم، تلفهم، شافوا باعينهم ان اطفالهم يساقون الى المحارق، وشافوا باعينهم ان افراد من الـ الذين كانوا متحوزين يعدمون امام اعينهم سواء في تهامه وفي صنعاء وفي غير صنعاء. في محافظات اقليم تمت هناك اعدامات كثيره جدا بسبب ان بعض المتحوثين بدا يعني جاتهم غيره في الاخير وبدا يرفض حشد ابناء تهامه للحروب. اشكرك اذا محمد ناصر الزرنوقي ناشط السياسي كنت معنا عبر الهاتف من السودان بعجاله استاذ وديع برايك الى اين يعني ما الذي تحمله الساعات القليله القادمه؟ الساعات القليله القادمه تحمل ان شاء الله بشاعه ساره بسرعه الحكم الحسم لمديريه حيس، تامين النجيبه وما خلفها ايضا، آه ان شاء الله باذن الله تعالى آه الـ الـ القوات تتقدم ولديها حاضنه عسكريه قائمه لان ابناء المنطقه العسكريه الخامسه الذين ذهبوا الى بيوتهم بعد انقطاع الرواتب جاهزون للالتحام، ابناء تهامه لن يتحملوا آه كثيرا وجود هذه الميليشيا وعلى التحالف ان يسرع جادا لتخليصهم من 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 هذا الاحتلال او من هذه الميليشيا التي تجثم على صدورهم ولا تزال تسومهم سوء العذاب انسانيا وحقوقيا وتصادر كل حقوقهم لا. وبالتالي فان سرعه الحسم سينقل حياة أربعة ملايين من أبناء محافظة الحديدة أشكرك صحفي والناشط السياسي أستاذ عطى كنت معنا في حلقة اليوم شكرا لك رحباً. كما هو موصول لكم مشاهدينا الكرام ولجميع الضيوف الذين كانوا معنا. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحية جميع أفراد طاقم العمل الفني والتحريري إلى اللقاء.